نبقى متمسكين بالمصالحة الوطنية باش ولادنا ما يعودوش يولوا الجبل وما يروحوش عند داعش في العراق أو في سوريا، وربي يحفظ الشعب العراقي والشعب السوري، ويولونا في المستقبل قنابل كما ولونا من أفغانستان في بداية التسعينات. خدمة الدراويش سموهم الأحمدية ولا سموهم الشيعة ولا يسموهم واش يحبوا يسموهم. إذن هذه كي البنيان، الإنسان كي يبني يدير الضالة، كي نحافظ على الوحدة تاع البلاد وأمن البلاد واستقرار البلاد، درنا الدارة اللي نبني عليها الباقي. إخواني عانيتوا كي باقي شعبنا من خطف الأطفال. نحن في التجمع الوطني الديمقراطي نلتزم معكم حزبا ونوابا أننا غدا سنعمل من أجل تطبيق حكم الإعدام على الناس اللي يخطفوا أولاد الناس. آفات المخدرات، قناطر راهي تدخل في إطار عملية مدبرة باش يهدموا الجزائر. أنا المشكل تاعي ماهوش في الشاب اللي لقاو في جيبه جرام، هذا كيديوه القاضي يعرف واش يدير به. المشكل تاعنا في الناس اللي راهي تدخل قناطر. هذا كذلك في التجمع الوطني الديمقراطي نلتزم معكم كحزب وكنواب أننا سنعمل إلى تطبيق حكم الإعدام في تجار المخدرات.